مش شايف. انا لو هقارن على بيئتي انا، لا انا كصناعه عندي هدف ان انا اعمل منتج شايفه قدام، لا البلد جايه بتساعدني. لو انا هتكلم واقارن نفسي كجورج مصنع من ساعه ما بدات في 2020 مثلا، 2001 لحد 2012، انا كان نفسي طول عمري ان انا اجيب كارد صغير ب 30,000 جنيه من الصندوق مش عارف ايه واسمه ايه وبعفين وجيه، ما يدكش ما يدعمكش. انا البنك الاهلي وقف معايا وساندني في 2017 مبادره السيد الرئيس 5%، وكبرتني ما ننكرش ده. البلد لو عايزه صناعه ففيها صناعه، البلد مش عايزه صناعه ما فيهاش صناعه. اكيد. وانا بقول لك السيد الرئيس عايز صناعه وعايز يطور المنتج المصري وعايز يطور المنتج المحلي ونعم تفضيل المنتج. يعني كتير في ناس كل واحد عنده حاجه. يعني انا هتكلم عن السينما، انا هتكلم، انا هقول لك حاجه صغيره. انا من ورشه صغيره لمصنع معقول لمصنع افضل، في شويه روتين بيوقفوني. انا بقالي سنه ونص تقريبا مش عارف اطلع حاجه بره. مش عارف اطلع حوالي من انا عندي سكيل صناعي وتركيز اخر ست شهور مثلا لما لقيت المفروض انت تسقفني. انا من ورشه صغيره لورشه اكبر شويه تسقفني، الورق ده بيوقفك. انت راجل عندك داتا قديمه وكنت بتصدر، انت واقف بقالك ست شهور واقف ليه؟ عشان خاطر انا ما عنديش دلوقتي بنقل الرخصه بتاعتي وبنقل السجل الصناعي. دول المفروض انا اخد حاجه مؤقته تمشيني لحد ما اكمل. انا ماشي في الورق وماشي في التراخيص ومستني التراخيص ومستني كل حاجه، انا مستني الدور. في دي حاجه اللي وقفتني انا بالنسبه لي. بعد ما كانت مساعداني موقفاني انا ست شهور مش عارف اطلع حاجه بره. انا بقول له شكرا على قانون الاستثمار الجديد اللي خلاني اقلل من مشروع صغير لمشروع متوسط، وشكرا على الطرق، شكرا على كل ما هو بيعمله عشان يفضل الصناعه المصريه والمنتج المصري. انا بقول لك احنا شايفين ده المنتج المصري موجود، هو بيمنعه بسياسته اللي بيمنع المستورد بسياسته وبيقلل بسياسته، وده حاجه مخليني انا اعرف اشتغل. انا دلوقتي بدل ما انا بدخل طاقتي الانتاجيه جوه مصر باذن الله هتبقى افضل من قبل كده. قبل كده كان بينافسني المستورد بشرف، المستورد قليل دلوقتي، ده حاجه كويسه.